Bethlehem, it's the best place in the world in this time. This is Christmas time where Jesus was born in Bethlehem. So for us, this time is really very difficult. We are almost 2 months without any pilgrim, any tourist. وقلنا في الكنيسة أنه لو كان المسيح سيولد اليوم فهو سيولد في غزة تحت الأنقاض، ونشوف صورة يسوع في كل طفل تحت الأنقاض في غزة. فهي رسالة تضامن مع أهلنا في غزة وتعبير عن معنى عيد الميلاد، أن الله يتضامن مع المتألمين والمظلومين.